الفنانة آثار الحكيم صرحت وقالت إنها كرهت الأضواء والشهرة والصراعات بينها وبين بعض النجوم الكبار واللي كانت عاملة جدل كبير وقتها. هنعرف معاكم النهاردة حقيقة الكلام ده، وهنشارك معاكم كمان آخر صورها وصور ولادها التلاتة بعد ما أصبحوا في سن الشباب. أهلا بكم في فيديو جديد، ولو أنت جديد في القناة ما تنساش تعمل لايك وتشترك علشان توصلك الفيديوهات الجديدة. الفنانة المصرية آثار الحكيم عملت جدل كبير خلال السنوات اللي فاتت بسبب بعض الخلافات اللي حصلت بينها وبين مجموعة من النجوم، فكان منهم خلافها مع الفنان رامز جلال بسبب برنامج المقالب اللي قدمه في رمضان، ورفعت عليه قضية بسبب اللي عملوا فيها في برنامج رامز قرش البحر. وكمان دخلت آثار الحكيم في صراع مع الراقصة دينا واتهمتها بعدم الاحترام، واتهمت الفنان الكبير عادل إمام واللي شاركته بطولة النمر والأنثى بأنه مش بيحترم زميلاته في الوسط الفني. اعترفت الفنانة آثار الحكيم إنها اعتزلت الفن نهائياً من 10 سنين وما عندهاش أبداً نية الرجوع تاني، وإنها راضية جداً عن نفسها وعن أعمالها، وكمان كرهت الأضواء والشهرة. وفي لحظة اكتشفت إنها ما تعرفش حاجات كتير، فقررت إنها تقرأ، وكانت حريصة جداً على تفسير القرآن وقرت كتب التفسير. وبعد فترة كبيرة من القراءة أدركت إنها لازم تقرب من ربنا وتبعد عن الشهرة، وبالرغم من كل العروض اللي اتعرضت عليها إلا إن كرهها للرجوع للفن والشهرة خلوها ترفضهم كلهم، وإن مفيش حد أثر عليها علشان تسيب الفن، ده كان قرارها علشان تعيش حياة هادية. وعن حياتها الاجتماعية، آثار الحكيم اتجوزت من محمود مجدي جودت وخلفوا عمرو وعلي وعبد الرحمن، وبعد جوازها وإنجابها حاولت توازن بين شغلها وأطفالها، ولكن فجأة ومن غير مقدمات طلقها جوزها طلاق غيابي بعد 10 سنين جواز، وخد حضانة ولادها منها أكتر من 2 سنين. وبعد جوازه الأطفال رجعوا تاني لوالدتهم، ولكن فضلت القضايا بينهم مستمرة فترة كبيرة من الوقت، وده أثر جدا على نفسية الأطفال وعلى دراستهم. فوقتها خدت آثار الحكيم بيت جديد وكتبت على الباب كلاكيت بطولة آثار وعمر وعلي وعبد الرحمن، وبناء على رغبة أولادها اتجوزت من الإعلامي ياسر خليل وكان صديق ليهم، وكانت لسه القضايا بينها وبين جوزها الأولاني محمود مجدي لسه مستمرة، وفضلت فترة طويلة لحد ما حكمت المحكمة لصالح آثار الحكيم وعاش ولادها معاها. وجدير بالذكر إن آثار الحكيم من فنانات جيل الثمانينات والتسعينات المميزين، وكانت بدايتها في 70s لما اكتشفها الفنان سمير غانم، وكان أول دور ليها سنة 76 في مسلسل بلا عتاب، وبعده ظهرت في أدوار كتير وبلغ رصيدها الفني أكتر من 90 عمل فني، وتعرفت في معظم أدوارها بالشخصية صاحبة المبادئ والقيم. وبالرغم من اختلاف الشخصيات اللي قدمتها إلا إن الجانب ده ما تغيرش في معظم أدوارها. تحياتنا للفنانة آثار الحكيم، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. شكرا، تحياتي.